السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم حبوباتي الغاليات مشتركي ومتتبعي الاوفياء. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحه جيده. في الفيديو تاع اليوم راح ندير لكم زوج وصفات سهلين مهلين، يعني تاع تمتم، راح يناسبوا المراه العامله. راح ندير لكم وصفه مالحه ووصفه حلوه. الوصفه المالحه اللي هي غراتان تاع شوفلور، سهل وخفيف. ثاني اقتصادي بدون لحوم ولا دجاج، وراح يخرج بنين هايل ورائع. الوصفة الحلوة اللي هي كيكة بالشوكولاتة، تاني بنينة وخفيفة وسهلة، وتاني بزوج حبيبات برك تاع البيض بدون فرن ولا مقلاة. راح نشوفوا الطريقة كيفاه، أكيد راح تعجبكم. تابعوا برك لا فيديو، ما تنسونيش برك بليجام والتعليق ديالكم اللي تشجعني، واللي مازال ما اشتركش في القناة نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. هنايا نبدا بالوصفه المالحه اللي هي قلت لكم الكغاتان تاع شوفلور. انا بديت نقشر الشوفلور ديالي، حطيت هنايا ريسيبيون تاع الماء، درت فيه شويه تاع الخل الابيض ولا الخل العادي واش عندكم يعني في الدار. هنايا نوري لكم يعني اون استوس، يعني فكره بالك بزاف اللي يعرفها، اللي هي للمبتدئات. يعني شوفلور هكذا، هذوك الشجيرات تاع شوفلور كي يكونوا هكذا كبار، تحبوا تقطعوهم على زوج ولا على اربعه بالموس، تقطعوا غير لاتيج من الفوق، تقسموها لاتيج من الفوق بالموس، ومن بعد تكملوها من التحت بيدكم، ما تقسموهاش حتى للتحت بالموس هكذا، باش ما يتخسر لكم الشوفلور ديالكم وما يتفتتش. نكمل نقشر الشوفلور ديالي، وانتم كيما تحبوا كاين اللي ما يقشر الشوفلور. انا تعلمتها من عندي ما ربي يرحمها. الوغ نقشرو، والان عليك مازلني نقشرو. نخلي الشوفلور ديالي داخل الماء والخل الوقت اللي تغلى لي فيه الماء. هنايا بعد ما تغلى الماء ندير شويه تاع الملح، ونرمي لي بوكي تاع الشوفلور ديالي ونخليهم يطيبوا. انا مانيش راح نطيب مليح الشوفلور ديالي، راح نطيبوا تلت ارباع تاع الطياب. حبيت نطيبوا في الفرن ويتشرب الصلصه اللي راح نديرها له. ندير له مطيبات، راح ندير له وريقه تاع رند، ونزيد له زوج سنينات تاع ثوم ونخليه يطيب. من جهه واحده اخرى حطيت مقله، درت فيها درت لها شويه تاع زيت زيتون ولا زيت عاديه. عندي حبه بصله تكون كبيره قطعتها هكذايا كما راكم تشوفوا، ندير لها الملح ونخليها تتقلى وتتحمص، يعني تتلق الماء ديالها، و يعني لازم تكون دوغي. هذاك اللي راح يزيد البنه للكغاتان ديالي، تقدروا ديروا فلفل كحل سينو سي با لابان. هنايا هاو الشوفلور ديالي بعد ما طاب كما راكم تشوفوا، راهو يعني راهو صحيح شايد روحو، ما تشرب الماء ما والو. انا تعمدت نطيبو هكذا، ما نطيبوش مليح، يعني طيبتو تلت ربع تاع الطياب كما قلت لكم هكذا، باش يتشرب من هذيك الصلصه اللي راح نديرها له، وتاني يطيب في الفرن. تعرفوا الماكله تاع الفرن تزيد بنه للماكله، وتاني باش ما يفقدش الفوائد والمنافع ديالو. كما تعرفوا الشوفلور عنده فوائد كثيره كثيره. هنايا خديت هذوك لي بوكي تاع هذوك الشجيرات تاع الشوفلور، فتتهم هكذا شجيرات صغار مليح مليح. هاي ليك طريقه سهله كيما راكم تشوفوا فيا. انا راني نحي هذوك لي تيج، هذوك الاغصان تاع الشوفلور احنا ما نحبوهمش، وانتم الا تحبوا تخلوهم خلوهم يعني عادي. نكمل نفتت الشوفلور ديالي، نوجد الصلصه اللي راح يطيب بها هذا الشوفلور. عندي هنايا هذوك زوج سنينات تاع الثوم اللي طاب فيهم الشوفلور بهم شوفلور، نزيد كميه تاع المعدنوس، ونعبز الثوم ديالي بالفرشيطه. لي زيبيس توابل عندي ثوم بودره، فلفل كحل والكمون. نتوما لما عندكمش ثوم بودره ديروا سنينه تاع ثوم عاديه يعني طريه، وشنو ما تكثروش الثوم باش ما يمرابلكمش لو غراتان ديالكم. عندي مغرفه صغيره تاع الثوم بودره، نص مغرفه صغيره تاع الكمون، وشويه تاع فلفل كحل، كمون تاني اللي ما يحبش الويكو تاع الكمون ما تكتروش. وتاني الشوفلور كما تعرفوه يتماشى مليح مع الكمون. فوالا عندي هنايا هذيك الحبه تاع بصل كما شفتوا راهي دوغي، نزيدها للخليط. نضيف البيض، البيض حسب الكميه تاع الشوفلور. انا كيما شفتوني عندي كميه كبيره تاع الشوفلور والبيض ديالي صغير، الوغ راح نزيد البيض. نضيف هنايا بواطه تاع ياغورت طبيعي، ياغورت ناتور، نورمالمون ندير زوج بصح انا عندي غير وحده في الفريجيدار. الوغ راح نضيف الحليب، ندير كاس غير ربع تاع الحليب ولا نص كاس،
ونزيد البيض، نزيد زوج حبيبات بيض، صافي 5 حبيبات تاع البيض. نتوما لا عندكم كميه صغيره تاع الشوفلور، ديروا غير بواطه تاع الياغورت، والبيض ديروا 4 ولا 3 حسب يعني لا غروسور تاع البيض. نفرغ الخليط ديالي في فوق الشوفلور، الملح درت شويه تاع الملح، ما تكتروش باسكو الشوفلور طاب بالملح، وثاني البصل درت له الملح. نفرغ الخليط ديالي كما قلت لكم، نزيد الحليب وكامل، يعني لازم له السوائل باش هكذا يطيب. كما شفتوه ما طابش مليح الشوفلور ديالي. تقدروا ديروا لا كريم فريش، تقدروا تخلطوا الحليب بالياغورت ناتور، نتوما ديروا واش تحبوا، طبق اقتصادي. نفرغ الخليط ديالي دون زامول اغراتان، كنت دهنته بلا مارغارين كما راكم تشوفوا. نسوي السطح ونغطيه بالبابي كويسون، نزيد له بابي داليمنيوم، نحطه في الرف التحتاني تاع الفرن لتحت كامل، نشعله من التحت. بعد ما يطيب يعني ياخذ لي 30 35 دقيقه. نتوما دخلوا موس ولا فرشيطه، لكن لقيتوه طري طاب سيك سي بون، خلاص طفوه من التحت، نحوا له بابي دالومينيوم، زيدوا له بابي كويسون، وطلعوه للرف الفوقاني، شعلوا له من الفوق، رشوه بالفرماج رابي. انا عندي هنايا شويه تاع فرماج موتزاريلا، بقات لي شويه. فوالا شعلوا له من الفوق كما قلت لكم، وخلوه يتغراتينا حتى وين يعني يولي دوغي كما راكم تشوفوا فيه. طاب هايل بيان دوغي، نتوما على حسب الفرماج اللي عندكم. انا عندي كميه صغيره كما شفتوني. تاني كما شفتوه طاب يعني تمتم، يعني طاب راهو طايب بهذيك الصلصه، تشرب من هذيك الصلصه ويعني ما فقدش الفوائد ديالو. فوالا ندوك نقسم لكم تشوفوا كيفاش خرج. هاوليك كما راكم تشوفوا بنين هايل، وشهي شهيتكم في الجنه، سورتو كي يبات لو لوندومان كي تاكلوه، يعني بنين رائع. هنايا نولي للكيكه ديالي، رانا في الليل، حبيت ندير كيكه كاطو للغدوه الصباح ان شاء الله الا حيانا ربي نشربوا به قهوه. قلت لكم كي كاطو وشوكولا بدون فرن، بزوج حبيبات بيض كما راكو تشوفوا، كاس ناقص صباع تاع السكر عادي، كاس غير ربع تاع زيت عاديه. ماذا بكم انتم هاد المقادير يكونوا بدرجه حراره المطبخ، سورتو البيض، كاس غير ربع تاع الحليب، زوج مغارف كبار تاع الكاكاو يكون من النوعيه الجيده، كاس ونص تاع الفارينه لافاني، مغرفه كبيره تاع الخل عادي ولا خل ابيض، قريصه تاع الملح، وباكي تاع خميره الحلوى وزن 10 غرام. هنايا كنت خلطت زوج حبيبات بيض وقرصه تاع الملح، انا طفالي التليفون مزيه يعني فقتلو، خلطت شويه البيض والقرصه تاع الملح. دوك نبدا نضيف الكاس غير ربع، الكاس ناقص صباع تاع السكر، انفير موان دان دوا تاع السكر دو سكر، نخلط حتى وين يتكاثف في الخليط ديالي ويولي بيض، يولي بلونشاطر كيما راكم تشوفوا. نبدا نضيف الزيت الثاني بالتدريج، زيت كاس غير ربع 3/4 دو فير دويل، نضيفو اون فيلي هكذا كيما نديرو لا مايونيز حتى وين يتقال الخليط. بعد نضيف الكاس غير ربع تاع الحليب 3/4 دو فير دويل، ثاني نضيفو بالتدريج فوالا حتى وين نكمل كامل السوائل. انا كنت نسيت ما درتش او ديبي لافاني، دوك ندير مغرفه صغيره تاع لافاني ونزيد مغرفه كبيره تاع الخل الابيض ولا الخل العادي، هاد الخل راح يعني يعطي خفه للكيكه ديالي. فوالا بعد ما كملت خلط السوائل، دوك نبدا ندير النواشف، عندي كاس ونص تاع الفارينه ان فير اي دومي دو فارين، نزيد ان ساشي دو لوفور شيميك خميره الحلوى وزن 10 غرام، دو كويير ا سوب دو كاكاو، زوج مغارف كبار تاع الكاكاو. فوالا نخلط هاد المقادير قبل. دوك نزيد نص كاس تاع الفارينه، نضيفو بالتدريج، نقدر نسحقو يعني نديرو كامل، كم ما نديروش تاني كامل على حسب يعني البيض ديالكم الا كان كبير ولا صغير. وتاني نقدر تاني نزيد له، نشوف يعني القوام ديالو كيفاش يكون. راني كملت هذاك النص كاس تاع الفارينه، نخلط ندير تجربه يعني ان تيست،
كفكرة يعني كاين بزاف بالك لي يعرفها، ندير بالفوية علامات 8 كي يدخل ديريكتومون يدخل يعني تمسك، مازال خصو الفارينة. دوك نضيف له نص مغرفة كبيرة تاع الفارينة، اون دومي كويارا سوب دو فارين، نخلط تاني ونعاود ندير هذاك لو تيست، ندير علامات 8 فوالا كي هاليك كي ماهوش يعني ماهوش يدخل رابيدمون سمحوا لي، فوالا سي سي بون الفارينة يكفيه. نحطو بجيه، ناخذ امول ندهنو كامل بالزيت، من بعد ندير في الطرف برك ندير نرش الفارينه في الجناب، في القاعده ندير ان بابي كويسون يعني في الوسط كما راكم تشوفوا. ناخذ الخليط ديالي ونفرغو، نطلع يدي للفوق مليح ونفرغو اون فيلي هكذا باش يتهوى الخليط ديالي الكيك ديالي ويخرج خفيف. نخبطو هكذا شويه، ناخذ عود تاع الشواء وندير هاد العمليه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هكذا باش يطيب على مستوى واحد. هنايا عندي طنجره حطيت فيها هاد لو سوبلا اللي نحطوا فيه الحوايج سخونين، ندير الماء، الماء يكون مغلي، ندير حتى الربع تاع هاد الطنجره تاع الماء ما نكثروش الماء. نغطي لو مول ديالي بالبابي كويسون ونزيد عليه بابي دالومنيوم، نغطيه مليح سورتو في الطرف لازم تغلقوه مليح مليح هكذا باش كي يتغلى الماء ما يدخلكمش داخل لو كيك ديالكم. هنايا نحط لو كيك ديالي بلا عقل ديليكاتمون، نتوما الا كان عندكم طنجره كبيره يكون مليح، انا الطنجره ديالي صغيره كما راكم تشوفوا. نحطو فوق النار، نغطيه ونحطو فوق النار نار قويه قبل، بعد ما نحس بالما راهو يتغلى نقص النار ماكسيموم، يعني ماشيش مع نقصو له مليح مليح كما تنقصو للنار فوالا، ونخليه طيب. بعد ما طاب كما راكم تشوفوا هاوليك نشدو بيدي يعني راهو ناشف، تاني ندخلو الموس ولا العود، عود ناشف كي يخرج ناشف سي بون. احنا انا خدالي 55 دقيقة فوالا، طلو عليه كما قلت لكم، نخلي حتى وين يبرد ونزينو. هاوليك لو كيك ديالي بعد ما برد خرج يعني منفق بزوج حبيبات بيض، نديرلو تزيين خفيف. هنايا راح نديرلو كلاصاج او شوكولا، كنت درتها يعني في الدار، كاش نهار نديرها لكم يعني باش ما طولش برك بلا فيديو. كلاصاج اقتصادي ساهل بدون شوكولا، وكما راكم تشوفوا فيه يخرج لامع يعني بغيون، وحتى كي يبرد يقعد يعني لامع. هنايا نزينو بهاد الحبيبات تاع لي دراجي ولا ما عرفتش كيفاش تسموهم، النكهه ديالهم تاع الحب التحلاوه انا نحبهم. التزيين اختياري، تقدروا ديروا في الاطراف فيرميسيل اون شوكولا ولا كاوكاو يكون مهر يعني كونكاسيغ شي، تقدروا تزينوا بلا كريم او بير ولا بلا كريم شانتيي، وتاني تقدروا تحشوه بلا كريم باتيسيير، نتوما والرغبه ديالكم واش عندكم يعني في الدار زينوا به. انايا يعني درتو زينتو تزيين ساهل كفكره يعني، ولا اللي ما عندهاش فرن باش يعني تقدر طيب الكيكه ديالها فوق الغاز وتطيب خير من هذيك اللي طابت في الفرن. هاوليك الكاتو ديالي خرج منفخ كما شفتوه بزوج حبيبات بيض بدون فرن، خرج هايل، نقسم لكم منه تشوفوا من داخل كيفاش خرج. نتوما اللي حبيتوه يكون يعني طري مليح فازق، تقدروا تسقوه بالحليب ولا بالقهوه ولا بقهوه سريعه الذوبان، احنا راح نشربوا به قهوه كما قلت لكم، الوغ راح ناكلوه هكذايا راهو هايل خفيف ونحبوه هكذايا. تقدروا ديروه لاعياد الميلاد ولا المناسبات، ان شاء الله يا ربي تجربوه ويعجبكم، وتجربوا الغراتان ديالي تاع الشوفلور، ردوا لي في التعليق الا كان عجبكم. كما تاني نتمنى تعجبكم لا فيديو، لكان عجبتكم ديروا لي جيم، زيدوا لي تعليق ديالكم اللي تشجعني، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب اللي تعوم الفائده. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في روحكم في صحتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر باذن الله. جيركون ديال هنا التلوي ثرثوفات ما يبغى ربي.